تحية رياضية طيبة وأهلا وسهلا بالجميع بحلقة جديدة من برنامجكم برنامج سكورزي. كل العالم عم يسألونا عن برنامج سكورزي وهل هالبرنامج حيستمر. أنا على الهواء بدي أقولكم إيه إن شاء الله برنامجنا مستمر ومنوعدكم بمفاجآت جديدة وأحداث جديدة والعديد من الفقرات مستقبلا. أخبارنا لهذا الأسبوع متعددة جدا. حنبلش حنحكي عن كأس لبنان، عن مباراة النهائية اللي كانت عم تجمع بين النجمة والعهد. بعد ذلك بدنا نطير لأوروبا وبدنا نبارك لنابولي اللي عم يفوز بالدوري الإيطالي عن جدارة واستحقاق. بإنجلترا مانشستر سيتي عم يتصدر عن جدارة، برشلونة قريب جدا من أحراز الدوري الإسباني، والمنافسة بألمانيا قوية بين باير ودورتموند، مرة دورتموند بيتصدر ومرة الباير، وعندنا دوري أبطال أوروبا، عندنا المباريتين اللي حيصيروا الثلاثة والأربعة. كل هالتفاصيل وغيرها بنوافيكم فيها بعد البريك. لكن قبل البريك بس إذا بيسمح لي المخرج وجه تحية من القلب للصديق الجند المجهول بحياتي محمد حجاب، شكرا على كل شيء وأنا مضطر أتحملك لآخر يوم بعمري. بريك ومنكمل. مجددا مستمعينا الكرام لمتابعة سكورزي، أنا محمد هاشم على التقديم ونادر حشاش على الإخراج. خلينا نبدأ بسرعة بالأحداث. أول شيء بنحكي عن لبنان. بالنسبة لكأس لبنان، اختتمت فعاليات المسابقات اللبنانية بإحراز النجم لقب الكأس بعد فوزه على العهد بركلات الترجيح بمباراة شهدت تألق الحارسين علي السبع وعلي حلال. علي حلال كان عم يتألق بالمباراة، أما علي السبع فكان عم يتألق بركلات الترجيح. قبل ما تنتهي المباراة، المدرب بتاع النجمة ومدرب الحراس خالد الحمصي ارتقوا انه يعملوا تبديل، يخرجوا علي حلال ويدخل علي السبع، وعلي السبع انقذ ركلتين جزاء وساهم بفوز النجمه بكاس لبنان. الف مبروك للنجمه وهارد لك للعهد اللي كان عم بيقدم مباراه جيده، ولكن العهد هو بطل لبنان بالدوري، يعني احرز الدوري. هلا بالنسبه لكاس الاتحاد الاسيوي، النجمه والعهد او العهد والنجمه هن اللي حيشاركوا بكاس الاتحاد الاسيوي. هناك العديد من الصفقات اللي عم تبرمها الفرق اللبنانيه، ان شاء الله بحلقات قادمه بنوفيكم بابرزها. الدوري اللبناني حاليا رح يتوقف لشهر 8 يمكن، بس اكيد قبل الدوري اللبناني في عندنا كاس النخبه وكاس التحدي. اما النظام الدوري اللبناني للموسم المقبل بعد ما في شيء رسمي، ولكن يقال انه هناك حيصير في مرحله ذهاب بس وثلاث مراحل سداسيه، حيصير في سداسيه ثلاث مراحل، وهناك اخبار تانية بتقول انه حيصير في ذهاب واياب وسداسيتين او سداسيه. كل هالامور وغيرها الايام الجاي بتجاوبنا عنها. الفرق كلها عم تستعد يعني باحسن ما يكون. مفروض الاتحاد يقدر انه الفرق عم تتعاقد مع العديد من اللعيبه، يشتغل على الملاعب، وان شاء الله الموسم القادم بنشوف دوري لبناني احلى واضبط. هيدا بالنسبه لكل شيء بيتعلق بالدوري اللبناني. بس بكره السله اللي اكيد الكل ناطر المباراه اليوم بالفاينل فور. اليوم في اول مباراه بتجمع بين الرياضي والحكمه او الحكمه والرياضي، مباراه حتكون حماسيه على امل الفريق الافضل هو اللي يتاهل للنهائي. بالمباراه الثانيه بيروت بيلعب مع دينامو او دينامو بيلعب مع بيروت. تفاصيل المباريات اللي حيصيروا بالفاينل فور بنوفيكم فيها ان شاء الله بالحلقات القادمه. هذا كان كل شيء بيتعلق بالدوري اللبناني. بناخذ بريك صغير نرجع نفتح صفحه البطولات الاوروبيه، خليكم معنا. عودة مجددا مشاهدينا الكرام للقسم الثاني من سكورزي، وحنفتح دغري صفحة البطولات الأوروبية مع إنجلترا. 3-4-5 كان عم بيصير في مباريات. الأرسنال عن جدارة كان عم بيفوز على تشيلسي، تشيلسي الجريح، تشيلسي اللي مش عارف يربح، تشيلسي اللي مش عارف يسجل أهداف. أرسنال كان عم يستغل هذا الشيء وكان عم بيفوز. بالمباريات الباقية كمان بالأربعة، مانشستر سيتي كان عم بيفوز على ويست هام 2-0 وهدف لهالاند، ليفربول من ركلة جزاء مشكوك بصحتها كان عم يربح 1-0، امبارح مانشستر يونايتد عم يتعرض لخسارة بالدقيقة الأخيرة بركلة جزاء لماكاليستر. ترتيب الدوري الإنجليزي أصبح مشتعل جدا جدا. خلينا نذكركم بالترتيب. الأول مانشستر سيتي معه 79 نقطة، الثاني أرسنال 78 نقطة، ومانشستر سيتي بعد عنده مباراة مأجلة. يعني بعتقد حسمة الأمور. مركز الثالث نيوكاسل عن جدارة واستحقاق 65 نقطة. الرابع مانشستر يونايتد معه 63 نقطة. الخامس ليفربول معه 59 نقطة. السادس برايتون 55 نقطة مع روبرتو ديزيربي، برايتون يلي عم بيقدم مستويات رائعة جدا جدا. بالمركز السابع توتنهام معه 54 نقطة. الثامن أستون فيلا معه 54 نقطة، وتشيلسي يقبع بالمركز ال 12 ب 39 نقطة. يعني فريق تشيلسي قلنا زمان ما شفناه بهيدا الأداء.
على امل انه تشيلسي يرتبوا غرف الملابس، الرئيس تود بيل يعرف كيف يتعاقد مع لعيبه. منطير حاليا ننتقل للدوري الاسباني. بالدوري الاسباني ريال مدريد كان عم يتعرض لخسارة، برشلونة كان عم يربح، تقريبا كل شيء حسم. ريال مدريد حاليا تركيزه على دوري ابطال اوروبا مثل ما الكل بيعرف، مباراة السيتي. هناك اخبار عم بتشير انه لوكا مودريتش يمكن يلحق مباراة الذهاب ويلعب. خلونا نحكي عن الترتيب. برشلونة اول مع 82 نقطة، اتلتيكو مدريد عفوا صار ثاني ب 69 نقطة، بالمركز الثالث ريال مدريد 68 نقطة، الرابع ريال سوسيداد مع 61 نقطة، الخامس فيلا ريال 54 نقطة، والسادس ريال باتيس 52 نقطة. هذا الأسبوع ما في دوري إسباني، في نهائي الكأس بكرة السبت بين ريال مدريد وأساسونا. أما بالكالشو بدنا نقول ألف مبروك لنابولي يلي عن جدارة واستحقاق، كان عم بينافس نفسه وعم يحسم الدوري الايطالي بوجود لعيبه مثل كفر شخالة، مثل زيلينسكي، مثل اوسيمين، مثل انجيزا، مثل بوليتانو، غيرهم كثير من اللعيبه، راسبادوري حتى. نابولي صراحه مع مدرب سباليتي استحقوا هيدا الشيء، واكيد حيهدوا اللقب لروح دييغو ارماندو مارادونا. اما بالنسبه للدوري الايطالي الصراع عم بيكون على المقاعد اللي مؤهله للدوري الابطال اوروبا. هلا حنحكي عن الترتيب وحنقول ليه. بالمركز الاول نابولي 80 نقطه، الثاني لاحظوا لاتسيو 64 نقطه، الثالث جوفنتوس 63 نقطه، الرابع الانتر 60 نقطه، الخامس اتلانتا 58 نقطه، السادس ميلان 58 نقطه، والسابع روما 58 نقطه. بهذا الاسبوع الفريق الوحيد اللي كان عم يستفيد هو الانتر اللي كان عم يكتسح فيرونا وعم بيفوز بنتيجه 6-0. لفتني بالانتر بالمباريتين الاخيرتين انه لو تارو مارتينيز لما يكون بالمستوى فريق الانتر بيكون بخير، لو تارو مارتينيز لما ما عم بيكون بالمستوى الانتر عم بيلاقي حاله ضايع. هذا دليل انه لو تارو مارتينيز هو اللي حامل الانتر. الميلان للمباراة الثانية على التوالي عم يتعثر مثله مثل روما، هيدا الشيء افصح بالمجال للانتر اللي احتلوا المركز الرابع. جوفنتوس كان عم بيحقق فوز على ليتشي وعم يحتل المركز الثالث، ولكن اللافت انه جوفنتوس بعد لهلا ما تحدد اذا السنة الجاية حيشارك بالبطولات الاوروبية او لا. لاتسيو عم يحتل المركز الثاني عن جدارة صراحة، استحق هيدا الشيء رغم خسارته الاحد للاتسيو من الانتر 3-1. الصراع على الدوري الايطالي عفوا على المراكز الاوروبية عم بيكون كتير قوي، والمراحل الجاية حيحسموا مين حيتأهل، خصوصا 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 انه هيدي المرحلة في عنا ثلاث مباريات من العيار الثقيل. عنا لاتسيو بيلعب مع ميلان، روما بيلعب مع الانتر، واتلانتا بيلعب مع جوفنتوس، يعني مباريات حتكون طاحنة ونارية، على أمل إنه الفريق اللي بيستحق يتأهل لدوري الأبطال هو اللي يتأهل. هلأ ننتقل للدوري الألماني. الباير كان عم بيفوز، دورتموند كان عم يتعادل بآخر جولة، فالترتيب انقلب، الباير صار عم يتصدر مع 62 نقطة، دورتموند مع 61 نقطة. أي غلطة من أي فريق هلأ الدوري حيطير. المركز الثالث يونيون برلين مع 56 نقطة، الرابع فرايبورغ مع 56 نقطة، والخامس لايبزيغ مع 54 نقطة، والسادس ليفركوزن مع تشافي ألونزو مع 48 نقطة. بالليغ باريس سان جيرمان، وما ادراك ما باريس سان جيرمان، يعني لازم نسوي حلقه عن باريس سان جيرمان وعن ميسي وعن نيمار وعن حكيمي وعن الجمهور وعن الرئيس وعن المدرب وعن مدير الفريق وعن دوناروما وعن كل شيء، لانه كل حدا باريس سان جيرمان عم بيساوي مشكله. شفنا المشكله الاخيره اللي صارت مع ميسي، ظاهر ميسي ما بده يكمل مع باريس سان جيرمان، ميسي جاي عرض ثاني، اما حيروح على السعوديه اما على برشلونه، والاحتمال الضئيل هو يروح على انتر ميامي بامريكا. جمهور باريس سان جيرمان عم بتطالب برحيل حكيمي، يعني ما عم بفهم انا، لاعب مثل اشرف حكيمي من افضل اللعيبه اظهره بالعالم وعم بتطالبه برحيله. المشكله مش بلعيبه باريس سان جيرمان الصراحه، رأي المتواضع يعني عم اقوله، المشكله بباريس سان جيرمان بالاداره يلي عاطي اللعيبه اكثر من حجمه. نيمار كل سنه بينصاب بهيدا الموسم بهيدي الفتره، يعني في شيء غريب جدا، حتى مبابي ما بعتقد يضل اذا ضل الفريق هيك. خلينا نحكي عن الترتيب. يعني لو في منافس جدي لباريس سان جيرمان ما كنا شفنا باريس سان جيرمان رايح ليحرز الدوري، ولكن ما في منافس جدي او رسمي، لا عفوا، لانه مارسيليا عم يتعثر،
موناكو عم يتعثر اليوم مش بالمستوى المطلوب. شوفوا الترتيب، اول شيء باريس سان جيرمان معه 75 نقطة، الثاني مارسيليا معه 70 نقطة، الثالث لانس معه 69 نقطة، الرابع موناكو معه 61 نقطة، الخامس ليل معه 59 نقطة، السادس رينس معه 56 نقطة، والسابع اليوم معه 53 نقطة. بالنسبة ل مباريات دوري ابطال اوروبا، الثلاثة والاربعة حتصير مباريات الذهاب، مانشستر سيتي بيلعب مع ريال مدريد او ريال مدريد بيلعب مع السيتي، انتر بيلعب مع الميلان او الميلان بيلعب مع الانتر، سموها مثل ما بدكم تسموها، مباريتين يصعب التكهن فيهم. هلا خلينا نحكي شوي على الورق، احكي على الورق وحقول رأيي وحقول منطقيا. على الورق مانشستر سيتي هو الفريق المؤهل ليحرز دوري ابطال اوروبا نظرا للاداء الملفت يلي عم قدمه. مانشستر سيتي على الورق مرشح انه يفوز على ريال مدريد، والموسم الماضي كمان كان كذلك الامر، ولكن ريال مدريد بفم حاجه قدر يرجع ويتاهل ويعمل ريمونتادا على مانشستر سيتي. على الورق مثل ما قلت لكم مانشستر سيتي، ولكن داخل المستطيل الاخضر داخل الملعب ريال مدريد قادر يعمل كل شيء، قادر يسوي كل شيء. هلا نحن اليوم لابسين تيشيرت ريال مدريد، بس ما تفكرونا مع ريال مدريد يعني، ولا عم ندافع عن ريال مدريد، ولكن ريال مدريد بدوري ابطال اوروبا غير الدوري، والكل بيشهد على هيدا الشيء. يعني ريال مدريد امام السيتي، سيتي مرشح خاصه بوجود هالاند، خاصه بوجود هالاند، ولكن شو حيكون رايك بنزيما، فينيسيوس، رودريجو، مودريتش اذا لعب، توني كروز؟ هيدا الشيء المباراه بتجاوبنا عنه. بالمقلب الاخر وبديربي الغضب وبديربي المادونينا، الانتر بيلعب مع الميلان او الميلان بيلعب مع الانتر، المباراة حتكون على ارض الميلان. اول شيء صراحة بالفترة الاخيرة بالاربع مباريات يلي مرقوا الانتر افضل من الميلان، وهيدي بشهادة كل المحللين الايطالية والصحفية، يعني الانتر افضل من الميلان، ولكن المباراة هيدي تسقط كل الحسابات، يسقط الفريق الافضل والفريق الاسوأ يمكن يربح. الميلان بيعول كتير على نجمه رافائيل الياو، سيو هرنانديز بالناصر، بالإضافة لتونالي. الانتر مرق بانتفاضة قوية كتير، خصوصا مثل ما قلت لكم مع عودة لوتارو مارتينيز يلي عم بيقدم مستويات رائعة جدا، مع وجود بروزوفيتش يلي شوي شوي عم يستعيد لياقته، مع وجود دي ماركو يلي عم بيقدم موسم ولا أروع. يعني المباراة حتكون رائعة. إذا بتسألوني مين بيرشح أنا يتأهل على النهائي، انا بالنسبه لي برشح السيتي والانتر. يعني ما بعرف شو حيكون، هل الميلان والريال حيكون لهم راي اخر؟ هيدا كل شيء وارد، كل شيء معقول، كل شيء جاهز بعالم كره القدم. الايام المقبله بتجاوبنا على هالاسئله. هذا بالنسبه لدوري ابطال اوروبا. حناخذ بريك نرجع للقسم الاخير نحكي عن ابرز المباريات يلي حتصير الاسبوع القادم. عودة مجددا للقسم الاخير من برنامج سكورز اي، بس بدنا نذكر اليوم في مباراة بكأس السوبر المصري بتجمع بين الاهلي وبيراميدز، كان مفروض يلعبوا الزمالك مع الاهلي، ولكن المشاكل اللي صارت مع الزمالك والاتحاد المصري خلوا انه بيراميدز يحل محل الزمالك. كنا بنتمنى انه يلعبوا الاهلي والزمالك لانه اكيد هيدا ديربي العرب، ديربي القاهرة، ديربي اللي الكل بننطره، وعلى امل انه الزمالك تنحل مشكلتهم، وبدنا نتمنى التوفيق للاهلي ولكل الفرق العربيه اللي عم بيشاركوا بدوري ابطال افريقيا. الدور النصف نهائي حيصير الاسبوع القادم. اما بالعوده لاوروبا، ابرز المباريات اللي حتصير باوروبا هيدا الموسم هيدا الاسبوع، بورنموث بيلعب مع تشيلسي، مانشستر سيتي بيلعب مع ليدز، توتنهام بيلعب مع كريستال بالاس، ليفربول بيلعب مع برينتفورد، نيوكاسل بمباراة قوية بيلعب مع أرسنال، ويست هام بيلعب مع مانشستر يونايتد. بإسبانيا كأس الصب بنهائي الكأس، كأس كوبا دي ري، ريال مدريد بيلعب مع أوساسونا السبت الساعة 11 بمباراة قوية. بالكالتشيو مثل ما حكينا نرجع منذكركم بالمباريات، ميلان بيلعب مع لاتسيو، روما بيلعب مع الانتر، أتلانتا بيلعب مع جوفانتوس، ونابولي بمباراة ما حتفرق معهم كتير بيلعب مع فيورنتينا القوي. بألمانيا بايرن ميونخ بيلعب مع فيردر بريمن، ودورتموند بيواجه فولفسبورغ. هول مباريتين حيحددوا كتير الفريق اللي حيقترب من اللقب. بفرنسا مارسيليا بيلعب مع لانس، ليون بيلعب مع مونبلييه، وتروا بيلعب مع باريس سان جيرمان.
اما بالنسبه لدوري ابطال اسيا بمباراه الذهاب كانت عم تنتهي بتعادل الهلال مع اوراوا بالسعوديه بنتيجه سلبيه نتيجه 0-0. مباراه الاياب حتصير بكره الساعه 12 الظهر باليابان، على امل وتمنياتنا بالتوفيق للهلال السعودي ليقدر يعمل ريمونتادا، يقدر يرجع مع انه ما في شيء صعب، يعني الهلال بحاجه ليسجل هدف واحد او هدفين لحتى يقدر يتطوج. تمنياتنا بالتوفيق للهلال السعودي ويقدر يكون له كلمه ونشوفه عم يلعب بكاس العالم للانديه. هيدا كان كل شيء بهيدا الحلقه، نتمنى الحلقه تكون نالت اعجابكم. انا بدي اتمنى لكم اطيب التحيات، بشوفكم بحلقه جديده، الى اللقاء.